مسألة وشيل حالة التشاؤم الموجودة في وسطنا من إن عدم عودة دور كبير العيلة تاني مرة تانية في الأسر المصرية. يا ترى الناس لو لجأت لقعدة عرفية واتفقت، هل ده يؤثر على اتجاه القاضي أو على اتجاه المحكمة؟ ننصحه يعني، هل هما لو وصلوا لاتفاق عرفي هل هذا الاتفاق يؤثر على المحكمة في حكمها أو يؤثر على النيابة العامة من حيث حفظ الدعوة أو إحالتها؟ والله ما أنا قلت قبل كده ان ده مش هيبقى يعني التأثير ملزم، لكن بيبقى في حكم ما يسمى في القانون الجنائي بظرف مخفف كبير الأثر، ويتوقف برضو على ايه نطاق هذا القرار العائلي الكبير. يعني افرض ان هما خلاف ما بين عائلتين وترتب عليه انعقاد اجتماع وعمل اللي بنسميه في البلد حق عرب، واتفقوا على دفع مبلغ كذا ودفع والناس تراضوا والمبلغ ده كان مجزي، اعتقد ان ده الى حد كبير يؤثر على القاضي في تخفيف العقاب على حسب جسامة الجريمة. افرض انها قتل ولا يعني حاجة تقيلة قوي، يعني من الحاجات اللي هي لا يجوز. لكن انت عندك ما هو الكلام ده احنا بنتكلم كبير العيلة، بنتكلم في الريف وفي الريف. في القاهرة يا دكتور برضو زمان كبير العيلة موجود، انا كان جدي كبير عيلة وكنا عايشين في القاهرة وكان بيحكم بين برضو الناس. برضو يعني احصائيات محدودة، انما على فرض هذا خليك برضو في القاهرة وفيه، والله لو امكن ذلك لا شك انه هيبقى ذو طبيعة مؤثرة. لكن احنا كمكاتب محاماة، والدكتور محمود برضو اعتقد عنده هذه الامثلة، يعني بيجينا قضايا يعني ما بين الاخوات على فدانين على عراطين على خلاف في اي حاجة في الميراث على خلاف في الزواج، بنت يعني متجوزة ابن عمها وحصل بينهم خلف واختلفوا وضربوا وطرح تحولت العملية بعد كده إلى قتل ما بين يعني كده. فهي برضو عايزة ثقافة من جديد، ويعني والثقافة يعني أنا متهيألي إن هيكون الدافع لقبول هذه الثقافة هو دافع ديني، هو دافع الديني هو اللي بيخلي الواحد إلى حد ما يعني يلتزم. لكن هتيجي تقول له عيب وما يصحش وده بنت عمك ولا ده ابن اخوك ولا كلام زي كده، يقول لك طب ما هو اللي قاله كده والشيطان وكده. لكن انا شايف ان برضه مثل هذا التصالح او هذه التسويه الوديه هتبقى ذات اثر مخفف في نظر القاضي للعقوبه او للحكم.